وحول الاعتصامات التي يشهدها العراق ينضم معنا عبر سكايب من باريس السياسي العراقي السيد أمير المفرجي. أهلا ومرحبا بك أستاذ أمير. بداية، المتظاهرون بدأوا باعتصامات مفتوحة، هل تعتقدون أن هذا النمط المتقدم من الاحتجاجات سيكون له التأثير الأعظم من التظاهرات؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافة. أهلا بك. من الطبيعي أن تصل الاحتجاجات إلى هذا الحد من المطالب، لأنها مطالب شرعية لنظام فاشل لم يستطيع عمل أي شيء للشعب العراقي. سبق وأن قلنا في السابق بأن هذا النظام لا يستطيع أن يعمل شيئا، لأنه لا يمثل يعني في شكله وفي مؤسساته شكل نظام يستطيع أن يقدم الخدمات لشعب أيا كان. المشكلة أنه الشعب العراقي قد وصل إلى درجة من يعني العلم ومن المعرفة بأن هذا النظام لا يستطيع أن يخدم هذا الشعب. أولا، لأن هناك حزب يسمى بحزب الدعوة، وهذا الحزب الذي يسمى بحزب الدعوة هو حزب قد خصص كل واردات العراق إلى ميليشياته وإلى مؤسساته الداخلية التي تخدم مصالحه وتخدم بقائه على هرم السلطة في العراق. إذن المطالب والانتفاضة وصلت إلى حد واضح كشفت حقيقتها، ألا وهي يعني الوصول إلى نتيجة لإبدال النظام السياسي في العراق، لأنه لن يستطيع نظرا لتأسيسه يعني الطائفي، ونظرا لوجود عملية تسمى بالمحاصصة. هذه العملية قد يعني ألقت بمشاكلها على الشعب العراقي، وخاصة على الذين يعني يمثلون الطبقة الكادحة في مناطق الجنوب العراقي التي هي مناطق غنية بالنفط. كان من الأجدر أن تكون مناطق يعني يشعر بها المواطن بعراقيته وبمواطنته من خلال العيش الكريم. يعني ما يروم عن شهر بدأ العراقيون بتظاهرات كانت لهم مطالب، الحكومة صمت آذانها عن تلك المطالب. اليوم هل تتوقعون أن ترضخ الحكومة في العراق لمطالب المعتصمين بعد أن تحولت هذه التظاهرات إلى اعتصامات مفتوحة؟ المشكلة تكمن في أن النظام السياسي الحالي أصبح على المحك، وعندما أقول على المحك أنه يجب أن نخرج من عنق الزجاجة ونذهب إلى يعني طريق واضح، وهو إيجاد الحل للشعب العراقي. الحل يكمن، وقد تكلم به على ما يبدو منذ بضعة أيام الأمريكان نفسهم، لأن لهم يعني ثقل في العملية السياسية. هناك بعض الاتجاهات يعني القدوم والعمل على إيجاد نظام سياسي جديد، نظام يعني يشمل قوى لم تدخل في النظام الطائفي. السؤال المهم هنا أستاذ أمير، أنت قلت أن المشكلة الأساسية هي أن النظام السياسي في العراق على المحك، هل هذا يعني أنه بدأت النهاية بالنسبة للنظام الذي أتى مع الدبابة الأمريكية بعد الاحتلال في عام 2003؟ شكرا سيدي على هذا التوضيح، لقد قلتها بصورة أوضح من عندي. هناك وصلنا إلى مرحلة حساسة من تاريخ العراق بعد 2003، ألا وهو الذهاب إلى يعني إيجاد حل جذري للمشكلة العراقية. نعم. الغرب وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية عرفت، وخصوصا بعد المشكلة التي تطورت مع إيران بخصوص الملف النووي، قد أيقنت بأن الحل يأتي من خلال حكومة قد تكون حكومة يعني تكنوقراط كما يقولها البعض، ولكن حكومة لا تشمل الأحزاب الطائفية، لأن الأحزاب الطائفية وكما يقول العراقيون فيلمها قد خلص وانتهت إلى محالة، وما نعيشه الآن هو يعني بعض من الوقت الذي سيمضي. ولكن أنا في نظري هناك مرحلة جديدة ستبدي في العراق بخروج هذه الأنظمة وخصوصا حزب الدعوة، وهنا أرجع على مصير السيد حيدر العبادي. أنا في نظري أن السيد حيدر العبادي لحد الآن
هو يعني مدعوم من قبل الغرب ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية، نعم وقد يبقى في نظام جديد، ولكن هذا يعني غير يعني أكيد، والأيام طيب ماذا عن ستظهر الحقيقة. ما ستقوم به الحكومة لقمع هذه الاعتصامات؟ هل ستستمر في مقارباتها الأمنية مع المعتصمين كما كان حال التظاهرات التي قتل فيها 18 وجرح أكثر من 800؟ أنا في اعتقادي الشخصي أنه من المستحسن ومن الأفضل أن يعي السيد حيدر العبادي على مصير يعني المشهد السياسي العراقي، لأن في حالة القمع المتزايد بالعراقيين سيزيد من الطين بلة، وأن مصير يعني المشهد السياسي سيكون أكثر داميا. أنا في نظري أنه من غير مصلحة السيد العبادي في أن يذهب إلى هذا الحد من القمع للعراقيين، لأن مطالبهم مطالب وطنية، مطالب مشروعة، وليس له الحق في أن يذهب إلى هذا الحد من نعم. القمع، لأن العالم والغرب يعني يرى ما يحدث في العراق. الأستاذ أمير المفرجي السياسي العراقي، كنت معنا عبر سكايب من باريس، شكرا جزيلا لك.